أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 120 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة منذ بدء الجائحة. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم توزيع 70 مليون اختبار إضافي لكشف الإصابة عن كورونا في أرجاء البلاد. أكثر من 1,400,000 حالة إصابة في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي فقط، وهو أعلى معدل منذ بداية الجائحة. وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، فإن ما يقرب من 200,000 حالة منها بمتحور أوميكرون سريع الانتشار، حيث ارتفع معدل العدوى إلى 1 لكل 45، ترتفع بالعاصمة لندن لواحد لكل 30 مقابل 1 لكل 60 شخص في الأسبوع قبل الماضي، بسبب عدم الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية وأخذ الحيطة بحسب ما يراه العلماء، إذ تشير التوقعات إلى احتمالية تخطي هذا الرقم هذا الأسبوع بعد استمرار ارتفاع الأرقام خلال الأيام الماضية، والتي وصلت الأربعاء إلى أكثر من 106,000 حالة. يجب علينا توخي الحذر في قراءة هذا الكم من المعلومات، إذ إننا ما زلنا نواجه موجة من تحور دلتا التي تسببت في ارتفاع كبير مع أوميكرون، ويجب أن لا ننسى أننا في مواجهة مرحلة خطرة. كما تتزايد المخاوف من تفشي الوباء مع عدم الالتزام بمراكز التسوق وإلغاء المنطقة الحمراء للقادمين من الخارج. هناك حالة من عدم الالتزام مع زيادة الإصابات، ولاحظت في الفترة الأخيرة أن بعض من يخضعون للحجر الصحي بسبب الإصابات والمخالطة يخرجون بدون كمامات للتسوق والتنزه، وهو ما ينشر العدوى. والأخطر هو إلغاء بعض السائحين والزوار لحجوزاتهم بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، والسفر والعودة لبلادهم بعد الحصول على فحص PCR مزور، وهو ما يعرض حياة الآخرين للخطر وتسبب في انتشار الفيروس. ومع استمرار زيادة معدل الإصابات في قطاع الترفيه وملاعب كرة القدم والتي شهدت تفشي الفيروس حتى داخل الأندية رغم الاشتراطات الصحية المعمول بها، وهو ما تسبب في إلغاء العديد من المباريات بعد تفشي العدوى بين اللاعبين، أعلنت الوزيرة الأولى في اسكتلندا أن جميع المباريات ستلعب بدون جماهير والعودة لقواعد التباعد المكاني. يجب علينا أخذ المزيد من الحيطة والحذر في هذه اللحظة الحرجة لوقف انتشار هذه السلالة سريعة الانتشار حتى وإن كانت الأعراض أقل، لذا سيتم تطبيق المزيد من الإجراءات في 26، وهي عدم السماح للجماهير بدخول ملاعب كرة القدم بحد أقصى 500 فرد، وتطبيق قواعد التباعد المكاني وتقليل الاتصال بين الناس قدر الإمكان، وهذا ما سيتم تطبيقه هنا في اسكتلندا. في ظل حالة من عدم الالتزام بالقواعد والإرشادات الصحية، ارتفع معدل الإصابة في بريطانيا بشكل كبير، مما قد يجبر الحكومة على فرض إغلاق جديد بعد فترة أعياد الميلاد. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، لندن. المزيد من التفاصيل مشاهدينا، ينضم إلينا من لندن مراسل تلفزيون دولة الكويت جمال شاهين. جمال، بعد التحية، أمام انتشار المتحور أوميكرون في بريطانيا، ما هي الخطة الحكومية القادمة لمواجهة هذا الارتفاع في بريطانيا؟ جمال، مساء الخير عليكم جميعا. انتشار أوميكرون في بريطانيا انتشار سريع جدا للغاية. اليوم كما تفضلتم هناك 120 ألف حالة، ما يقرب من 19 ألف حالة هي لأوميكرون وحده هنا في بريطانيا. معدل انتشار أوميكرون في بريطانيا وخصوصا في العاصمة لندن 1700 حالة لكل 100 ألف شخص. الحكومة البريطانية بشكل أساسي تعول على الجرعة التعزيزية وهي الجرعة الثالثة، لكن هناك دراسة ظهرت اليوم أكدت أن الجرعة الثالثة تتضاءل كفاءتها بما يقرب من 15 إلى 20%، مما يعني أن هناك احتمالية لأن هناك تكون جرعة رابعة لوقف انتشار هذا الفيروس. هنا يجب أن نؤكد أن بريطانيا مكونة من 4 أقاليم، وهي إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. بالنسبة لاسكتلندا وويلز، أعلنوا عن إجراءات صارمة وفرض قواعد التباعد المكاني من جديد، وأيضا عدم دخول الجماهير لمباريات كرة القدم في السادس والعشرين من الشهر الجاري، تقليل دخول الأعداد للمطاعم وللملاهي وأماكن الترفيه، مما يعني أننا سنواجه إغلاق كما كان في الفترات من قبل. الرئيس الوزراء البريطاني أكد أن إنجلترا لن تفرض أي قيود خلال الفترة الحالية، لكن
بشكل أساسي. العدد الذي ظهر اليوم قد يجبر الحكومة على فرض قيود. الحكومة كانت لديها آلية أنها تتوقع أن تصل الحالات إلى 100,000 حالة يوميا، وأن هذا يعني أن خطتها لرفع القيود ستكون سارية وتكون زاد كفاءة عليها، مع عدم ارتفاع نسبة الدخول إلى المستشفيات. اليوم ارتفعت نسبة الدخول إلى المستشفيات في العاصمة لندن بما يزيد عن 44% عن الأسبوع الماضي. هذا يعني أن الحكومة ربما تواجه سيناريو سيء إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة. أعتقد أنه مع بداية العام الجديد سيكون هناك إغلاق شامل أو إغلاق للمطاعم وحصر الأعداد التي تدخل في الأماكن المفتوحة، وكذلك المباريات كرة القدم. نعم. وأماكن جمال التحكيم. كل المعطيات التي تشير إليها بأن هناك مسؤولية على الأشخاص تقع عليهم، ما مدى مسؤولية الأشخاص في التفشي السريع للمتحور الجديد بسبب عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية؟ عدم الالتزام هو أحد أسباب العدوى هنا في بريطانيا. كما تعلمين بريطانيا من الدول القليلة في العالم التي لا توجد فيها قواعد. إذا أحد شاهد مباريات كرة القدم أو أيضا المراكز التجارية، هناك تواجد لعدد كبير جدا يسبب انتشار غير مسبوق. أيضا نلاحظ أن العديد من الناس يعتقدون أنه مجرد أنه حصل على الجرعة الثانية أو الجرعة التعزيزية أنه محصن من الإصابة. لكن أيضا أثبتت الدراسات أنه هناك احتمالية لمن حصلوا على الجرعة الثالثة أن يصاب إذا لم يراعي الشروط والاشتراطات الصحية. هنا العديد من الناس يكسرون القواعد. فمثلا قللت الحكومة البريطانية من الحجر الصحي المنزلي من 10 أيام إلى 7 أيام. البعض يقوم بكسر هذه القواعد ويخرج ويحتك بالناس. أيضا هناك عدد كبير من المواطنين يذهبون إلى مراكز التسوق وهم لديهم فيروس ويعلمون أن لديهم فيروس. حتى أن البعض يقوم كما تقدمنا في هناك ما يطلق عليه لترال فلو أو الاختبار السريع، يقوم الشخص بملء البيانات. البعض يملي البيانات بشكل خاطئ كي يتواجد في الخارج، وهذا خرق واضح للقواعد التي تفترض أن يحافظ. هناك مسؤولية على الحكومة ومسؤولية على الشخص. الشخص الذي يخرج بدون كمان. إذن نتمنى السلامة للجميع. جمال شهيد مراسل تلفزيون دولة الكويت من لندن كان معنا، شكرا لك على هذه التفاصيل جمال.